خلينا بقى متفقين انه اكيد طبعا كره القدم لا تعترف سوى بلغه الاهداف، لكن ده مش معناه انه في لغات تانية مش موجوده، لا، في ولغه الارقام هنا لا تكذب ولا تتجمل، وفي منتهى الاهميه لانها بتكشف لك ببساطه شديده جدا. وهنا لما باجي اتكلم على تحليل اداء مش بتكلم بس على فكره وجهات نظر، لكن بتكلم كمان على ارقام وبتكلم كمان على احصائيات تقدر تكشف لك على المستوى الفردي وايضا على المستوى الجماعي مواطن القوه اللي لابد انك انت تشتغل على انك انت تطورها، ومواطن الضعف اللي لابد انك انت تشتغل على كيفيه علاجها. ودي هي فقرتنا النهارده مع واحد دماغه كلها تحليل، وان شاء الله باذن الله نقدم لحضراتكم فقره ممتعه. بيشرفنا شريف سالم محلل الاداء ضيف علينا النهارده في السادسه. مساء الخير واهلا وسهلا بيك شريف. اهلا وسهلا يا استاذ احمد. مبروك الثلاث نقط بتوع انبي، لازم اقول لك كده في بدايه يعني رايك بشكل قبل ما ادخل في التفاصيل اجمالا شكل الفرقه ومستوى ادائها في مباراه انبي. والله خلينا نتفق ان الشكل الفرقه كان شكل كويس، ويمكن ده شكل النادي الاهلي اصلا الفتره الاخيره. احنا الفتره الاخيره عندنا اداء الى حد كبير اداء ثابت، ان كان على مستوى الاستحواذ، ان كان على مستوى التاكتكس، ان كان على مستوى الخطط الهجوميه، وحتى على مستوى طريقه اللعب. فاعتقد احنا بشكل كبير جدا عندنا استقرار فني، لكن يمكن اوقات النتائج بتبقى ليها تاثير على الجماهير انها تحس ان الفرقه مش بتادي احسن حاجه، لكن كاداء فني كشغل فني بيحصل في الملعب كخطط هجوميه ودفاعيه كطريقه لعب، لا اعتقد احنا عندنا استقرار فني كبير وكيرف الاهلي عالي. وكيرف الاهلي عالي من وقت يعني من وقت الترجي، حتى لو النتيجه ما ترجمتش المستوى ده من الاداء. للاسف خلينا نتفق ان عند الجماهير النتيجه بتحدد الاداء. تمام، انا ممكن اكسب 1-0 باداء سيء، الجماهير بتكون شايفه ان انا اديت مباراه جيده، ممكن اتعادل في مباراه وانا عامل اداء جيد جدا، فالجماهير تشوف ان الاداء راضية. مش احسن حاجه. ايوه لكن بعين المتخصص بالتريند اي لا، الوضع بيختلف. طب لو دخلت معاك في بعض الارقام اللي بتاكد النظريه دي في ماتش امبي، يعني طبعا اهم الارقام اللي بتاكد تفوق النادي الاهلي والحاجات اللي تطمن الجمهور على الاربع ماتشات اللي جايين في الفاضلين بقى في مشوار الدوري، نبتدي بايه؟ نبتدي بالاهداف مثلا. انا طبعا كل الماتشات اللي الاهلي سجل فيها هدف مبكر بحيث ان السيناريو بيجي كالطف ما يكون زي ما بيقول، تحس ان المباراه مرتاحه، التكتلات الدفاعيه اتفكت، المساحات اتخلقت، لعيبه النادي الاهلي بتلعب كورتها وهي اكتر ارتياحا، فبحس انه الماتشات دي بتبقى في حته ثانيه لوحدها. احنا اي فرقه بتشتغل تبقى هدفها انها تلاقي المساحات، يعني طول ما انا بلاقي المساحات طول ما انا بيبقى عندي وقت. في ميثود كده كان بيتكلم عنها ارسن فينجر اللي هي السبيس تايم كواليتي، ان انا بتحكم امتى ادور على المساحه، المساحه لما هتدي اللاعب الكره الوقت، وانس ان هو يبقى معاه الوقت هيقدر يقدم الكواليتي الجوده. تمام، فالنادي الاهلي مع بيتسو موسيماني هو بيشتغل بالبوزيشن جيم، بيشتغل بان انا استحواز. بالاستحواذ وان انا اقدر الاقي مساحات كويس. النادي الاهلي بيعمل ده. اكبر رقم يقدر ياكد لي ده في الماتشات الاخيره هو نسبه الاستحواذ اللي احنا بنحصل عليها في المباريات. وماتش انبي طبعا ده كان رقم كبير جدا، 75%. أيوه. في الشوط الاول. الشوط الثاني طبيعي ان الفرقه الكيرف بيبدا يقل شويه، انت خلاص بتحس ان المباراه بقت في ايدك اكتر، فبتبدا ان انت تشتغل على راحه اللاعبين، على بعض التغييرات، فده ممكن يقلل نسبه الاستحواذ. نسبه الاستحواذ انتهت في اللقاء تقريبا في حدود 70%، لكن وانس النادي الاهلي كان قوي، كان شارس عايز يجيب جول واثنين وثلاثه، نسبه الاستحواذ وصلت 75%، وده رقم جيد جدا جدا جدا. احط بين قوسين كده يعني الارقام دي، انا هدخل معاك في تفاصيل الارقام كلها، لكن احط في يعني انا كجمهور وانا بتابع، وان ده احنا متفقين طبعا الجمهور عنده المكسب والثلاث نقاط اهم حاجه قبل ما تكلمني على اداء والاستحواذ وصناعه الفرص والتهديف والى اخره. لكن في النهايه لابد ان انا احط في اعتباري وانت بتكلمني على ارقام زي كده مثلا، انه فرقه زي النادي الاهلي لاعبتها او التيم كله الحقيقه عانى من مشوار مجهد بشكل عنيف جدا، ولو اتكلمنا تحديدا كمان مش بس من ناحيه المشاركه في عدد كبير جدا من البطولات وسفر كتير جدا انك تلعب بره ارضك، لكن كمان بتكلم على المستوى المحلي حتى على المستوى الدوري المصري. الاهلي يمكن انا كنت بدردش معاك لعب اكتر من ماتشات المباريات الدور الاول بالكامل في فتره لا تتجاوز ال 55 يوم، لازم النقطه دي تتحط في المعادله؟ 100% لازم تتحط في المعادله، لان احنا لما بنيجي نقيس لعيب الكوره بنقيس هو اللاعب ده لاعب عدد مباريات قد ايه؟ لان احنا المباريات بالنسبه لنا بتكون حمل اقصى. تمام، ده اقصى حمل بيأديه اللعيب، التمرين مش بيكون حمل اقصى. فانا لازم انا ابقى عارف اللاعب ده بيأدي في الحمل الاقصى كام مباراه في عدد ايام قد ايه؟
لان انا في الريكفري بحتاجه ككوتش. تمام. ككوتش بحتاج ايام ريكفري للعيب غير ايام الشغل. طبيعي ان انا بيكون عندي كل مباراه بيبقى عندي اخطاء، مفيش فريق في العالم ما عندوش اخطاء. طب انا هعالج اخطائي امتى؟ هعمل ريكفري امتى؟ هشتغل على الفرقه امتى؟ واشتغل على المجموعه اللي ما بتشاركش امتى؟ دي كلها حاجات بتحتاج وقت. النادي الاهلي للاسف ما عندوش رفاهيه الوقت ده في معظم الفترات اللي عاشها الموسم ده. في بقى حاجه يمكن الميديا مش بتتكلم عليها بشكل كبير، ان انا كفريق انا يمكن الداعم الاول للمنتخب المصري. تمام. فانا عندي معظم لعيبتي بتشارك، فانا حتى الفترات اللي معظم الانديه بترتاح فيها او معظم اللاعبين بترتاح فيها انا لعيبتي بتشارك دولي. ولعيبتي لو انا مثلا اتكلمت على 5-6 لاعبين هم لعيبه اساسيه في النادي الاهلي بتشارك مع منتخب مصر، فانا كاني ما ارتحتش، انا ما استفدتش بفتره الراحه ولا بالفيفا ديتس. يبقى انا هرجع تاني اقول ان انا برده مش بعمل ريكفري، لعيبتي بتتصاب. لكن خلينا بقى يعني نحط لايت كده مهم جدا، سبوت لايت على حاجه مهمه جدا هنا، وانه الراجل اللي شغال الكونديشنينج كوتش كابيلو محل الاحمال مدرب الاحمال بيعمل شغل هايل جدا. الدليل شوف فرق معدل الاصابات العضليه اللي كانت موجوده عند النادي الاهلي على مدار السنين اللي فاتت والمعدل اللي موجود دلوقتي. طبيعي يكون في اصابات، لان دايما الناس لما احنا بنتكلم يقول لك ما هو فلان اتصاب، شريف مثلا اتصاب. ما هو طبيعي يكون في اصابات لان في حمل، الحمل الضغط على اللعيبه طبيعي يجيب اصابات. لكن الفرق المعدل قد ايه؟ طول ما المعدل بيقل طول ما انا بشتغل كويس. الفرق المعدل قد ايه؟ والفرق كمان يرجع في خلال قد ايه؟ بالظبط. لا يعني يرجع في خلال قد ايه دي بنرجعها للجهاز الطبي والناس المسؤوله عن التاهيل في الفريق، ياخدوا الكريدت بتاعهم في الجزء ان انا بقدر ارجع اللاعب في قد ايه. لكن انا كراجل مدرب احمال انا معدل اصاباتي العضليه قد ايه؟ تمام. في عدد الماتشات اللي اللاعب بياخدها وعدد اللاعب. معلش برضو وبين قوسين كده، لما تلاعبني في ظروف طبيعيه. بالظبط. يعني لما العب عدد مباريات في الموسم بشكل طبيعي، ولما عدد المباريات ده تبقى الفوارق بينهم من ناحيه الوقت تبقى فوارق منطقيه او طبيعيه. بالزبط. يعني ساعتها انا اقدر اقيم ادائك كمخطط احمال او كمدرب احمال بشكل منطقي، لكن لما احطك في كل ظروف استثنائيه كلها ضدك وبرده الى حد ما تبقى بتادي بالشكل ده، اعتقد ده برده شيء يحسب. هو الى حد كبير هو الراجل بيعمل شغل كبير جدا فارق. تمام. مع الفرقه حتى تقدر تشوف ده من اداء النادي الاهلي على مدار ال 90 دقيقه. لان طبيعي ان انت الاول ما بتبدا بتبقى فريش. تنزل ماتش انت فريش عندك طاقتك كلها بتبدا تشتغل، بعد كده بتاخد ال 15 دقيقه بين الشوطين دول شويه بيرجعوا جزء من طاقتك، لكن انت بتنهي الماتش ازاي؟ النادي الاهلي بينهي الماتشات كويس برده، مع اعتبار ان احنا هنا ممكن الجماهير تقول احنا استقبلنا اهداف في الدقائق الاخيره. الاستقبال الاهداف في الدقائق الاخيره ما كانش ريليتد قوي بقصه الاداء البدني. الاداء البدني انا هقيسه على معدل الجري، هقيسه على اللاعب ده جري كام كيلو متر في عدد قد ايه، يعني جري مثلا 10 كيلو متر. طيب ال 10 كيلو دول جريهم في عدد دقائق قد ايه؟ وفي كل ربع ساعه اشتغل بشكل عامل ازاي؟ هي دي النقطه اللي انا اقدر اقيس بيها الشغل بتاع مدرب الاحمال. مالهاش علاقه باخطاء فنيه او 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 اخطاء ساذجه ممكن تؤدي لنهايات غير سعيده في نهايه المباراه. مظبوط. ده جزء بيبقى فني اكتر. غير الاستحواذ، اهم الارقام اللي لفتت نظرك في مباراه ام بي؟ الباسنج اكيورسي. اوكي. دقه التمرير. دقه التمرير، عدد التمريرات اللي بيعملها اللعيبه، خصوصا اللعيبه اللي بتشارك في عمليه البيلد اب. تمام. لان انت كنادي اهلي انت بتجيب بيتسو موسيماني، انت عايز المدرسه دي، عايز تشتغل بيها، عايز تكون فرقه بتستحوذ على الكوره، دي طبيعه النادي الاهلي. فانت لما جبت الراجل ده لازم ترجع بقى تراجع، طيب هو انا عندي كام لاعب بيشارك في البيلد اب، بيعمل كام تمريره، فكره بناء الهجمات قد ايه، بناء الهجمات. بالظبط. طبعا احنا عندنا رقم النهارده ان شاء الله يعني هنستعرضه طبعا. ده رقم محمد الشناوي، يعني ده رقم بقى نمسك الخشب يعني. رغم انه حارس مرمى لكن انت بتكلمني في دقه تمرير عاليه جدا. طب قبل ما نيجي لمحمد الشناوي، يبقى انت بتتكلم على نسبه استحواذ، بتتكلم على دقه التمرير. ايه تاني في امبي؟ هنتكلم بقى على حاجه يمكن النادي الاهلي كان بيحاول يطبقها بقاله فتره لكن كان فيها ابس اند داونز. اوكي. الماتش ده هو صعود وهبوط. الماتش ده هو دي النقطه بقى البيرفكت تايمينج، ان احنا النادي الاهلي تقريبا استعاد الكوره في 10 او 12 مناسبه في الشوط الاول بس. طبعا احنا مش هنستعرضهم كلهم لان هيبقى وقتهم طويل، هنستعرض 5-6 حالات منهم. النادي الاهلي بيستعيد الكوره في مده لا تتعدى 8 ثواني، وفي كادرات هيبقى العدد فيها ممكن يوصل 4 ثواني. تمام. هنا بقى الشراسه بتاعت النادي الاهلي والشراسه بتاعت اللاعبين والشغل استبدال الكوره. بالظبط. والشغل الفني اللي بيعمله المدرب. انا الترانزيشنز التحولات. تمام. انا عندي في الكوره 4 لحظات، لحظه ان انا بتكلم ان دول حصلوا في ماتش ام بي بس.
لا حصلوا في كل الماتشات، بس احنا هنشوفهم بقى في ماتش انبي وصلوا للمرحله اللي هي يعني تكاد تكون الافضل على مدار الموسم. لا انا بقصد اقول الحالات اللي انت مجهزها لنا هي حالات كلها من مباراه الاهلي وانبي. بالظبط كده صح كده. طب نشوفهم مع بعض. نشوف مع بعض. طيب، طيب ده الهدف الاول. ده ولتر بوالي طبعا. انا بس عايز يعني لو نقدر نقف لحظه او نمشي بس ببطء، ازاي اللاعب تعامل مع الكوره والتر بوالي، الطريقه التكنيك اللي حط بيه جسمه عشان يقدر يدي بوش للكوره. الكوره دي معموله قطع القريبه. الكوره دي معموله فيها كيرف، الكيرف ده مش بيساعد اللعيب قوي انه يحط الكوره بقوه، لكن لو حضرتك لاحظت هتلاقي ان اللاعب بيوطي، بيعمل انحناء بسيط كده علشان يقدر يعمل القوه بتاعت الكوره. ده طبعا يعني كريدت كبير جدا لوالتر بواليا، واحد من افضل اللعيبه اللي بتلعب براسها في مصر، فيعني جول فيه كريدت كبير. هو عمل التيك اوف، لكن في نفس الوقت لقى انه ارتفاع الكوره محتاج انه يوطي ارتفاع الكوره وقوه الكوره وهي جايه. ايوه، ويوطي وينزل لها بجزعه يعني. كان ممكن في لعيب تاني ياخدها وهو واقف من غير ما يعمل تيك اوف، لكن هو عمل التيك اوف وخدها ونزل لها براسه. عمل التيك اوف والانحناء اللي عمله هو اللي ادى القوه للكوره، علشان كده حارس المرمى صد الكوره لكنها برده دخلت المرمى. يمكن الهدف ده على عكس من هدفه في وادي دجله اللي كان عامل زي الطلقه يعني. بالظبط، كان راكب فيه كوره وحاطط الكوره. هنا بقى الكريديت لازم يروح للاعب. ده كان في الانتاج. كان ماتش انتاج في اخر اللي جاب لنا جول الفوز 3-2. أيوة. هنا بقى بتفرق انه اللاعب عنده دي موهبه جفت من عند ربنا، ربنا اداها له. مش كل اللعيبه تقدر تعمل ده. انه بيحدد سرعه الكوره وهي جايه، ارتفاع الجسم بتاعه وشكل جزعه عامل ازاي وهو بيتعامل مع الكوره. هنا بتفرق طبعا. ده كريدت كبير لوالتر بواليا في التعامل مع الجول. مقتنع انت في بولتر يعني لو كلمت من 1 لـ10 تديله كام في العاب الهواء؟ ممكن نديله من كل 10 كرات ممكن يستحوذ على 7 ان شاء الله. 7. اوكي. طيب نروح ده الجول الثاني. ده الجول الثاني طبعا. شغل النادي الاهلي الطبيعي. ايوه. في النقل الطبيعي هنا طبعا ويلكم باك كبير لمحمود كهربا. وهنا طبعا محمد مجدي افشل تعامل الدقيق مع الكوره، اللي دايما بيمتعنا بقى بان هو ازاي بيتعامل مع الكوره، بيوصل لمرحله انه يقدر يتعامل مع الكوره بهدوء جدا، بيعمل السهل الممتنع اللي مش كل لعيبه تقدر تعمله. بس اسيست كهربا بصراحه هايل، عالمي. ويلكم باك هايل. كهربا بيستعيد. لا هو كهربا ويلكم باك من ماتشين فاتوا يعني. كهربا عنده تحس انه مركز قوي قوي في اخر 3-4 ماتشات كده مع الاهلي، انه والفرصه اللي اداها له مستر موسيماني في غياب اللعيبه اللي كانت بتشارك مع منتخب مصر الاولمبي، هو مسك فيها زي ما بنقول كده، ثبت فيها بايديه واسنانه. بالظبط، ضايق اللعب. والدليل ان هو الماتش اللي فات حصلت ظروف استثنائيه وغاب، ورجع تاني، قدر ان هو يرجع بعد ما غاب ماتش، خرج بره السكور علشان كان اعتقد سخن شويه، ما قدرش يدخل السكور، رجع تاني ولاعب اساسي وعمل دقايق لعب كويسه. والدليل هنا بقى بنقدر نقيس اللاعب وصل لمرحله بدنيه وفنيه عامله ازاي. اكيد محمود كهربا ما وصلش ل 100%، ما وصلش للاعب اللي احنا كنا بنشوفه في منتخب مصر وبعض الفرق اللي راح احترف فيها. لكن هو جاي مع دقايق اللعب. افريج كده شريف، كام في الميه من كهربا اللي انت شفته امبارح في ماتش امبي، كام في الميه من كهربا اللي انت مستنيه؟ لا، ما هيبقى رقم مش اكبر حاجه. بس هو استعاد جزء يتعدى ال 65-70% من القوه البدنيه بتاعته. والمستوى الفني نفس الرقم تقريبا، من 65-70% من المستوى الفني، لكن مع دقائق اللعب، مع دقائق اللعب الاكتر هيبدا ان هو يستعيد مستواه بشكل كبير. طيب تعالى نشوف فكره الاسترجاع الكره دي مره ثانيه، ونشوف الحالات اللي انت اتكلمت عليها او هتتكلم عليها في ماتش امبي. بس خلينا نروح لفاصل الاول ونرجع نكمل كلامنا. اشكرك. مع ضيفي شريف سالم هستعرض مع حضراتكم بعض اللقطات في ماتش امبي امبارح اللي اتكلم او توضح لحضراتكم بشكل اكبر فكره قدره الاهلي على الاستحواذ، انه يفرض اسلوبه ويفضل يفرض سيطرته جوه الملعب، وقدره الاهلي من ناحيه دفاعيه بقى ازاي تسترد الكره او تسترجع الكره في اقل وقت ممكن. ده يمكن الحالات اللي مجهزها لنا شريف واللي هنتابعها مع حضراتكم توضح ده بشكل اكبر. نبتدي بالاستحواذ. بالاستحواذ دي. يلا. هنا بعد الهدف على طول النادي الاهلي استحوذ على الكره، اتلعبت لحارس المرمى، راحت طويله
بعدين استردها علي معلول. هنبدا نمشي مع الصوره، الصوره دي كانت في الدقيقه، نرجع للصوره اللي فاتت لحظه واحده، نرجع ل 42. الصوره دي كانت في الدقيقه 2:44 ثانيه، تمام. اخر تمريره طلعت وهي التمريره رقم 39، عملنا 38 تمريره صحيحه. ايوه التمريره رقم 39 اللي هي الاوفر اللي عمله اكرم توفيق، اللي هو الصوره اللي بعدها دي التمريره اللي فقط فيها الاهلي الكوره. فبنتكلم تقريبا على استحواذ لمده دقيقتين في 39 تمريره. أيوه. فبنتكلم ان كل ثانيتين بتعمل تمريره، ده بيدل على حاجتين، ان نسبه الاستحواذ نسبه جيده جدا وان فريق النادي الاهلي قادر يستحوذ بشكل جيد، والحاجه الثانيه ان انت كنادي اهلي قادر تعمل عدد تمريرات كبير في عدد ثواني قليله. وده يعني اللعيب ما بياخدش الكوره ويقف عليها يعني مش بنضيع الدقيقتين في ان احنا محمد الشناوي واقف ورا ماسك الكوره تحت رجله، لا تمام. احنا بنضيع دقيقتين في عدد تمريرات كبير جدا في عدد ثواني قليل. ده بيدل على قوه الفرقه في الفلسفه اللي وصلت لها، او تمام. فلسفه اللعب النادي الاهلي بيلعب بيها. هنا بقى وصلنا لانه هل انت كنادي اهلي قادر فعلا تنفذ ده بشكل جيد او لا؟ تمام. الارقام بتقول كده، تمام. ان في حاجتين مهمين، في ارقام فاكت حقيقة مش هنقدر نغير فيها حاجه، مظبوط. وفي وجهات نظر فنيه هنا، صحيح. بقى ممكن يعني ناس تختلف ناس تتفق، which is fine. تقول لي انه ال 38 باص الناجح دول تمريرات عرضيه اكتر منها، دي قصه ثانيه. لكن لما بنتكلم على قدره الاهلي على الاستحواذ والسيطره على الكوره، انها في خلال دقيقتين تقدر تعمل 38 تمريره وتوصل بيها فانك تبني الهجمه عشان تعمل كروس بتاع اكرم ما وافقش في العرضيه، او يعني ما العرضيه ما كملتش او ما وصلتش، دي قصه ثانيه. العرضيه ريسكي بول، فاحنا بنتكلم انها 50-50. لكن انت وصلت بالكره من لو جبنا الصوره الاولى هتلاقي ان الكره عند علي معلول، ايوه، في ناحيه الشمال عند النادي في نص ملعب الاهلي، في نص ملعب الاهلي، ايوه. وصلنا بال 38 تمريره ان احنا قدرنا نلاقي المساحه اللي محتاجها اكرم توفيق علشان يعمل عرضيه كويسه ويوصل لنص ملعب او بوكس بتاع فرقه امبي، فيبقى انا نجحت بعدد التمريرات، تمام. طيب نروح للحالة الثانية. الحالة الثانية بدأنا الاستحواذ في الدقيقة 8:45 ثانية، ونهينا الاستحواذ في الدقيقة، نروح الصورة اللي بعدها 10:22 ثانية، تمام. almost 2 minutes تقريبا، الدقيقتين نفس الحاجة، بس الهجمة دي احنا وصلنا لعدد 32 تمريرة فقط مش 39 زي اللي قبلها. لكن هنا برضو بيدل على ايه؟ انت فرقة احرزت هدف، لك وجود في الملعب، قادر تسيطر على الملعب بشكل كويس جدا، 10 دقائق وان سايد جيم. وطبعا هنكمل بقى مع الصور بعد كده في استعاده الكوره. النادي الاهلي لحد الدقيقه 27:30 ثانيه اللي احرزنا فيها الهدف الثاني وان سايد جيم، تمام. النادي الاهلي مسيطر على الملعب، كل انش في الملعب النادي الاهلي مسيطر عليه بشكل كويس جدا. نبدا بقى نروح هنا ده شغل تاكتيك، ده شغل فني، ده شغل بدني، يعني عشان تقدر توصل لانك انت تعمل ده للحاله دي لابد انه يعني ده يكون وراه شغل على المستوى البدني وعلى المستوى الفني طبعا، مزبوط. وعلى المستوى كل المكونات اللي بتشتغل فنيا في النادي الاهلي من اول بيتسو موسيماني لحد اخر حد بيشتغل في الجهاز، كل الناس بتادي شغل كويس، ده الريزلت بتاعتي او النتيجه بتاعته، تمام. طيب هنا هنتكلم هنا استرجاع استرداد الكوره مره ثانيه، بالظبط. احنا شرحنا في انترو عن الموضوع، ممكن بقى نمشي الصور. يعني هنا مثلا النادي الاهلي فقد، معلش الصوره اللي فاتت لحظه، ممكن نرجع الصوره اللي قبلها. هنا الاهلي فقد في الدقيقه الاولى و8 ثواني، ايوه. النادي الاهلي بعد ما فقد الكوره في نص ملعب انبي قدر يستعيد الكوره اللي بعدها، الصوره اللي بعدها بعد ثانيه واحده، بعد ثانيه واحده، ايوه، بعد ثانيه واحده من الضغط. نكمل الكوره 11 ثانيه كان النادي الاهلي قطع، اوكي. يعني النادي الاهلي ضغط وقطع، عمل الديفنسيف ترانزيشن، التحول الدفاعي، في ان انا قدرت ان انا فقدت الكوره ب8 ثواني استعدتها في 11 ثانيه. يعني في خلال 3 ثواني انا فقدت الكوره وقدرت استعيدها تاني. نروح الصوره اللي بعدها، هنا الدقيقه 2:36 ثانيه، الكوره عند حارس المرمى، يعني عنده مساحه، يعني في ثواني هتضيع مع حارس المرمى. الصوره اللي بعدها هنا استعدنا الكوره في الدقيقه 2:41 ثانيه، فاحنا برضو بنتكلم على عدد ثواني قليل بالرغم من الكوره مع حارس المرمى. الصوره اللي بعدها الدقيقه 10:28 ثانيه، الصوره اللي بعدها النادي الاهلي استعاد الكره في الدقيقه 10:32 ثانيه، اللي قبلها كانت كام معلش؟ 28:32 4 ثواني، تمام. يعني برضو نفس اولموست نفس الريت، ايوه. نمشي اللي بعدها 13:32 ثانيه، النادي الاهلي فقد الكره، هيفقد الكره في اللقطه هو دي، هو 13:32 كره مع الاهلي هنا، هنا فوق 33 فقدها الكرة. مين اللي بياخد السكند بول؟ عمرو السوليه. الصوره اللي بعدها
عمرو سلاي، هو عمرو سلاي بره الكادر لكن هو موجود في الكور، السكند بول بياخدها عمرو سلاي. فهنا احنا بنتكلم على الشراسه اللي بيقدمها النادي الاهلي في الاوفنسيف ترانزيشن، ان انت حتى لما بتخسر الكوره بتقدر تستعيد السكند بول في خلال ثواني، وبتقدر ان انت حتى لو ما اخدتش السكند بول لا انت بتقدر تضغط بشكل كويس جدا تستعيد الكوره في اقل عدد ثواني ممكن. هنا برضو هنرجع للنقطه اللي حضرتك قلتها، اللي الجهاز الفني بيشتغل ازاي بدنيا وفنيا مع اللعيبه نوصل للمرحله اللي احنا فيها. أيوة. الصوره اللي بعدها الكره مع لاعب انبي بيعمل كنترول في الدقيقه 17 23 ثانيه 28 ثانيه كان النادي الاهلي قطع. ودي كره هتتلعب بعد كده من حمدي فتحي هناخد منها كورنر، فبنتكلم انت برضو بتتكلم في نفس الريت من 4 ثواني ل 8 ثواني، وده رقم جيد جدا. يمكن النادي الاهلي بقاله فتره ما عملوش، النادي الاهلي بقاله فتره لما بيفقد الكره بيشتغل شويه بشكل ما فيهوش نفس الشراسه. فهنا بنتكلم ان انت بدنيا وصلت للشيب بتاعك، فنيا وصلت للشيب بتاعك، فانت شارب جدا في التعامل ان كان في الاوفنسيف او الديفنسيف ترانزيشنز. برضو هنا بنتكلم تقريبا على نفس الارقام، دي الكره هتتلعب كورنر خلاص مش عايزينها. الصوره اللي بعدها هنا الكورنر بعد ما اتلعب رجع لفرقه انبي، المفروض ان فرقه انبي هنا بتعمل كاونتر اتاك في الدقيقه 18 11 ثانيه. الصوره اللي بعدها 18 14 ثانيه النادي الاهلي استعاد الكوره 3 ثواني، يعني حتى الكاونتر اتاكس انت مسيطر بالرغم من ان انت عندك تقريبا 7 او 8 لعيبه جوه منطقه الجزاء عند انبي. نمشي الصور اللي بعدها برده بسرعه لانها بتقول نفس الكلام. 21 ثانيه 21 ثانيه واللعيب عنده مساحه انه يقف طبعا، وجنبه كذا واحد من زمايله فاضيين مش مضغوط عليهم بالظبط. 21 ثانيه اولموست 29 هنكون قطعنا. الصوره اللي بعدها 28 ايوه قطعنا عند ياسر ابراهيم. فاحنا برضو بنتكلم على نفس الريت نفس الشراسه اللي بيقدمها النادي الاهلي. نمشي بعد كده في الصور برضو هنا نفس الحاجه، حسين الشحات خسر الكوره في الدقيقه 30 وثانيتين. الصوره اللي بعدها استعدنا الكوره في 11 ثانيه، فبنتكلم تقريبا 9 ثواني نفس الريت من 4 ل 8 ثواني. يمكن الصور اللي بعد كده خلاص نروح للجزء بتاع اللامركزيه. كل دي يا شريف امثله يعني نماذج يعني نقرا منها عشان نوصل لل بالظبط. احنا عرضنا تقريبا 5 أو 6 حالات. أي. كنا ممكن نخليهم 12 أي. يعني بس احنا طبعا مش هنقدر نعرض كل ده، لكن ده هنا احنا بنقول الانديكيشن ايه المؤشر بتاع الفرقه ايه. الحاجات دي هي اللي بتوضح المؤشر، ان كان زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا 4 مومنتس 4 لحظات في الكوره، لحظه ما انت بتهاجم ولحظه ما انت بتدافع ولحظه ما انت بتعمل تحول هجومي ولحظه ما انت بتعمل تحول دفاعي. أيه. التحول الدفاعي هو شراستك في استعاده الكوره. كمان نسبه الاستحواذ اللي وصل لها النادي الاهلي الشوط الاول 75% وانبي 25. كل ما عدد الثواني اللي انت بتقدر تستعيد فيها الكوره بيكون قليل ده بيدي انديكيشن ان انت بتستحوذ اكتر. مظبوط. لان الفريق الثاني مش بيقدر يستحوذ على الكوره. فنروح للجزء اللي انا كنت شايف ان هو كان مهم جدا، وبرده النادي الاهلي عنده استاتيكيه شويه في التعامل في الماتشات اللي فاتت. هنا بقى الجزء الديناميك حصل اللي كان بقاله فتره ما بيحصلش، ان انت ما بقتش عارف هو حسين الشحات بيلعب فين وكهربا بيلعب فين وقفشه بيلعب فين. هنا ده هيحصل بقى. هنا الكوره مع حسين الشحات هنفترض ان هو جناح شمال. أيوة. هو في المشهد ده جناح شمال. هنمشي الكوره اللي بعدها الصوره اللي بعدها. هنا بيستلم حمدي فتحي، مين اللي على الدايره؟ محمود عبد المنعم كهربا. تمام، يبقى مين اللي بيلعب في الزون بتاعت صناعه اللعب؟ يبقى مجدي قفشه بالظبط. أيوة. مين هنا بقى اللي بيلعب في منطقه صناعه اللعب؟ محمود كهربا. الصوره اللي بعدها بنمرر الكوره، محمد مجدي قفشه بيبدا يستحوذ في المنطقه بتاعت صناعه الكوره. هنا لو حضرتك لاحظت هتلاقي ان عمرو السولية بيبدا يشاور ان احنا محتاجين نروح الجزء الثاني الفاضي، ومحمود كهربا على الدايره في المكان اللي حضرتك دايما بتشوف فيه محمد مجدي قفشه. نمشي الكوره اللي بعدها. بعد كده الاشاره اللي طلعها عمرو السولية ان احنا نطلع في الفاضي وصلت. بعد كده دي حاله جديده، لو حضرتك ركزنا في الكوره دي هنلاقي ان كهربا بقى جناح شمال فوق خالص، اللي بيعمل السبرنت كوينج رايت هو محمد مجدي قفشه. طبعا الاستحواذ المساحه بتاعت الاسترايكر واخدها والتر بواليا، واللي جاي من تحت بيقفل او بيأدي مركز صناعه اللعب في زون 14 اللي هي المفروض بياخدها
محمد مجدي قفشه بياخدها حسين الشحات. ده تبادل المراكز بين لا مركزيه عبقريه طبعا. تمام. هنكمل الكره اللي بعدها. هنا نركز بقى في الكره دي. الكره دي كانت في الشوط الثاني. انا برضو حاولت ان انا ما نجيبش حالات كتير عشان ما نبقاش بنقول نفس الحاجه. الكره دي مين اللي في الجناح اليمين؟ والتر بوالي. مين اللي جاي من تحتيه؟ محمد مجدي قفشه. مين اللي راح مهاجم؟ محمود عبد المنعم كهربا. فهنا برضو بنتكلم على نفس الحاله، واللاعب اللي جاي من تحت هو حسين الشحات. نكمل الكوره بعد كده هيبدا بقى النادي الاهلي لما يبدا يسند الكوره بعد الكاونتر اتاك. قفشه جنبه بواليا، قفشه وبعد كده بواليا تحت بيقوم بالدور المفروض يقوم بيه قفشه، مكان بواليا كهرباء. طيب وهنلاقي حسين جاي من تحت. تمام. من مركز عامل انسايد وينج، عايز انسايد وينجر يعني، جاي من ناحيه الشمال لقلب الملعب. ايوه دي الديناميكيه اللي انت بتتكلم عليها واللي كان ما كناش حاسين بيها في ماتشات الاهلي الاخرانيه. بمنتهى الامانه النادي الاهلي عمل نفس الشغل ده في مباراه الاسماعيلي. يعني لمده 60 دقيقه النادي الاهلي وان سايد جيم في مباراه الاسماعيلي، فانت هتقدر تشوف نفس الشغل ده هو في مباراه الاسماعيلي. طيب عايز اكلمك ده واربطه شويه بشغل موسيماني عشان نروح للي جاي، والجاي مهم وصعب في نفس الوقت. بس خلينا نروح لفاصل سريع جدا وارجع مره ثانيه لحضراتكم في السادسه نكمل كلامنا على اللي جاي في مشوار النادي الاهلي، وهو زي ما قلت الحقيقه في منتهى الاهميه وفي منتهى الصعوبه، والاهلاويه اللي بجد كلهم الحقيقه ما فقدوش الثقه وعندهم يقين ان شاء الله ان احنا قادرين على حسم بطوله الدوري. يفضل اسم كهربا واحد من اهم الاسماء وصفقه من اهم الصفقات اللي عملها النادي الاهلي، وجماهير الاهلي ما زالت الحقيقه منتظره منه كتير وكتير. بس خليني اقف شويه مع ضيفنا شريف سالم لانه عنده بعض الكلام على كهربا وبعض الارقام المرتبطه بتطور مستوى كهربا في الفتره الاخيره. طيب احنا هنتكلم بسرعه جدا عن الصور اللي موجوده قدامنا اللي هتظهر على الشاشه دلوقتي. تمام. عندنا كهربا تحول في جزء كبير جدا من المباراه من لاعب جناح الناس دايما متعوده عليه انه بيكون مهاجم تاني. حتى في اوقات الميديا كانت بتتكلم على ان كهربا النادي الاهلي طول ما كهربا بيلعب جناح بيفقد المكان اللي بيلعب فيه، كان جناح رايت او ليفت، لانه دايما بيدخل لجوه الملعب كانسايد وينجر وبيبقى بيتحول لمهاجم تاني. الصور اللي قدامنا لو معلش نرجع من الصوره الاولى ونمشي بسرعه جدا، هنا مين اللي بيستلم في قلب الملعب على الدايره؟ محمود عبد المنعم كهربا. تمام. طيب الصوره اللي بعدها مين اللي بيستلم من الاثنين المدافعين؟ ياسر ابراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا. الصوره اللي بعدها مين اللي بيطلب الكره في قلب الملعب؟ محمود عبد المنعم كهربا. الصوره اللي بعدها محمود عبد المنعم كهربا برضو اخر الكادر اليمين. أيوة. بيطلب ان هو يسلم لعمرو السوليه بيطلب من ايمن انه يسلم لعمرو السوليه عشان يقدر يسلم له. بعد كده اتلعبت دايركت ل محمود عبد المنعم كهربا. الصوره اللي بعدها محمود عبد المنعم كهربا في قلب الملعب بيلعب كره طويله لناحيه اليمين كانت اكيوريت كره صحيحه. نفس الكلام هنا برضو في قلب الملعب كهربا الكره الناس اللي ما تركزش في الكادر اللي فوق اللاعب اللي على الدايره هو محمود عبد المنعم كهربا. فاذا ده جزء اللي احنا قلناه انا وحضرتك انه ازاي اللاعب بيستعيد جزء من مستواه، ان بينزل يطلب الكره بيستحوذ على الكره في مناطق صناعه اللعب، يعني مناطق صناعه اللعب هي اللي بتروح للريسكي بولز. تمام. ان احنا وهنا طبعا الصوره دي بتاعه عدد التمريرات اللي عملها محمود عبد المنعم كهربا طبعا يعني ما شاء الله نسبه جيده جدا 85% مقارنة نسبة الدقة، دقة التمرير، دقة التمرير وعمل 27 تمريرة منهم 23 تمريرة سليمة بنسبة دقة 85%. مظبوط، منهم 8 لقدام، منهم 8 لتحت، منهم 10 لتحت، منهم 6 كرات لناحية اليمين، 6 لناحية الشمال، ده وإن دل على شيء يدل على إن عدد التمريرات اللي بيعملها محمود عبد المنعم كهربا في تصاعد، وده إن دل يدل على إن اللعيب بيستعيد جزء من المستوى الفني والبدني. عظيم. طيب كده كهربا دن تمام دن. نروح لمستر بيتشو موسيماني شويه، انا عايز اخد وجهه نظرك، يعني بالتاكيد الارقام دي بالنسبه لك بتبقى دليل او شواهد على بصمات المدير الفني على الفريق. اوضح همش هتكلم بس في حاجات كتير، انا بس عايز اخد وجهه نظرك في اوضح بصمه لمستر بيتشو موسيماني شفتها في مشواره مع النادي الاهلي. اوضح بصمه ان احنا لو قدرنا نقارن بين النادي الاهلي مع عدد من المدربين اللي كانت قبل مستر بيتشو موسيماني ما كانتش بتحقق افضل نتائج على مستوى البطولات، وفي نفس الوقت ما كانتش بتحقق افضل ارقام على مستوى الاحصائيات، لا على مستوى الباسنج اكيرسي اللي هي دقه التمريرات ولا على مستوى الاستحواذ. فاحنا لو رجعنا لمثلا ان احنا نقارن شويه احصائيات كده او نتكلم على شويه احصائيات بسرعه على اللعيبه اللي بتشارك في عمليه البيلد اب. اي فريق لما بيجي يعمل بيلد اب او بيجي بيلعب على البوزيشن جيم بيلعب من تحت بيلعب بطريقه الاستحواذ بالظبط. هنا بقى احنا بنبدا نشوف مين اللعيبه اللي بتشارك في عمليه
اللعيبه اللي بتشارك في عمليه بناء الهجمه او بناء الهجمه يعني من تحت، ونبدا نشوف ارقامهم عامله ازاي ونشوف تمريراتهم اتجاهاتها لفين. تمام. طبعا احنا لو رجعنا الاحصائيات وعرضناها معانا على الشاشه. طيب نبتدي بمين؟ يعني نبتدي بالشناوي مثلا من خط من ورا خالص، ولا نبتدي طبعا بمحمد الشناوي، لان محمد الشناوي بصراحه عامل رقم النهارده عبقري. ايوه يعني لو احنا بصينا. طيب نبتدي نجهز احصائيات اللاعبين اللي معانا، نبتدي بمحمد الشناوي. محمد الشناوي طبعا يعني ممكن تكون كل الارقام عاديه بالنسبه للشورت باسس. ايوه احنا هنا بنتكلم على قدرات محمد الشناوي في بناء الهجمه، مش قدرات الدفاعيه في انقاذ مرمى النادي الاهلي. بالظبط، عشان بس كمان بينتشر شويه على الميديا شويه اراء فنيه كده. أيوة. انه مش افضل حد بيلعب برجله في الدوري المصري. هنتكلم انا الشورت باسس دي شويه بتبقى نورمال يعني ايزي بول، دي الباصات القصيره. الباصات القصيره بتبقى كره سهله اكتر. تمام. يعني الحارس يقدر يمرر كره على الارض بتكون كره سهله. لا تعال نركز على اللونج بولز. تمام. 8 من 8 كرات طويله. تمام. اخر رقم تحت 8 من 8 بنسبه دقه 100%. فهنا بنشوف انه تطور اللاعب بيرجع طبعا ليانكون، شغله معاه بيرجع لشغل مستر بيتسو موسماني، وبيرجع لشغل اللاعب على نفسه انه يحقق رقم في مباراه زي دي بثمان كرات طويله، الثمانيه صحيحه. فهنا ده برضو مؤشر ان النادي الاهلي بقى شكله مختلف عن قبل كده. تمام. شغل المكونات الفنيه اللي موجوده جوه النادي. تمام. بعد الشناوي نروح لايمن. ايمن اشرف. نسبه الاكيرسي بتاعته 90%، 62 تمريره صحيحه من 69. طبعا الارقام موجوده قدام الناس. اللي بعده اعتقد ياسر ابراهيم. مظبوط، واحده من افضل المباريات اللي ياسر عمل فيها نسبه تمريرات صحيحه 94%، 76 تمريره صحيحه من 81. بالظبط، بنتكلم تقريبا في خمس تمريرات. الخمس تمريرات هنلاقي منهم ثلاثه الكره القدام اللي هي شويه كره بتكون ريسكي اكتر. كره ممكن تتقطع. وبعدين هنلاقي كورتين اتلعبوا لناحيه اليمين هم اللي فيهم اخطاء، باقي الارقام كلها 100%. اللي بعده اعتقد حمدي فتحي. نروح للي بعده. نفس النسبه تقريبا 94%، ودي نسبه جيده جدا لاعب خط وسط. ممكن النسبه دي تكون نسبه طبيعيه او نسبه جيده للاعب مدافع، لكن نسبه جيده جدا او نسبه هايله للاعب خط وسط. تمام. الصوره اللي بعدها ديانج. ده طبعا يعني انا ديانج لاعب عدد دقائق قليله، لكن انا ليه جبت النسبه دي؟ لان الناس لو رجعت النسب في معظم مباريات النادي الاهلي اليو ديانج المباراه اللي بيكون سيء فيها بيوصل 90%. ده المباراه اللي هو سيء فيها، اللي هو ومن النوادر ان تلاقي ديانج مش موفق بصراحه. بالزبط. يعني فطبعا الارقام دي يعني ارقام توصل للمافق، يعني هو عمل تمريره واحده غلط. ايوه. طيب من هنا لو هاخد باتش امبي ابني عليه لطلائع الجيش. تمام. ايه الحاجات اللي شفتها ايجابيه جدا ولابد ان احنا نركز عليها، وايه لو في حاجات اوجه قصور او نقط ضعف ممكن الاهلي برضو يحاول يتعامل معاها قبل الماتشات؟ لا مش بس يعني ده مش بس لطلائع الجيش، ده الاربع ماتشات اللي فاضلين. اهم نقطه ايجابيه لازم نحافظ عليها كفرقه النادي الاهلي هو عدد الثواني اللي النادي الاهلي كان بيستعيد فيها الكوره. ايوه. في مباراه انبي دي اهم نقطه اللي احنا لازم نبني عليها للمباريات الجايه. تمام. تاني نقطه ودي الاهم، ان زي ما حضرتك قلت في اول الفقرة، ان احنا في كل المباريات تقريبا اللي سجلنا فيها في بداية اللقاء ساعدتنا بشكل كبير. يعني الناس لو شافت السيناريو بتاع ماتش انبي هو تقريبا نفس السيناريو بتاع الدور الاول. بتسجل جول واثنين في بداية المباراة بيريحك، بيديك فرصة ان انت كمان تعمل الروتيشن، لان احنا في فترة طبعا جريمة، يعني اللي بيحصل جريمة في حق لاعب الكرة اللي بيعمله اتحاد الكرة في النادي الاهلي، لان مفيش حد في الدنيا يقدر يتعامل مع الرياضي بالشكل ده. الرياضي ليه اسلوب وليه ماده علميه تتعامل بيها. كل ثلاث مباريات، كل ثلاث ايام مباراه، ده رقم صعب جدا. احنا 15 قدامنا في 12 يوم اربع ماتشات حاسمه. طبعا ده نموذج بس صغير على بالظبط. والفتره كمان اللي هي اللي احنا لعبها النادي الاهلي قبل مباراه الزمالك وماتشين سان داونز، لعبنا عدد مباريات كبير جدا في عدد ايام قليل جدا، وحاولنا ان احنا نتكلم قبل كده انه يا جماعه الرياضي لازم له معامله خاصه. يعني المدير الفني مستر بيتسو لما يلعب ماتش يوم السبت هيعمل ايه مع اللاعب يوم الاحد والاثنين؟ هيعمل ريكفري. عشان الرياضي بيحتاج من 48 ساعه ل 72 ساعه ان هو يعمل ريكفري على حسب المجهود اللي هو بذله في اللقاء وعلى حسب عدد دقائق اللعب اللي اخذها. فانا بدي له يومين يعمل ريكفري، طب انا امتى هصلح اخطائي؟ امتى هشتغل على فرقتي؟
لو انا عندي مشكله في الفرقه هشتغل عليها امتى؟ لو انا عندي لعيب بيغيب زي عمرو السوليه هيغيب عندنا في ماتش الجيش، طب انا هشتغل على البديل امتى؟ هدي انستراكشنز امتى؟ دي كلها انا مش هقدر اعملها، لان انا ما عنديش المساحه ان انا اعمل ده، ما اقدرش اجيب لاعب عمل حمل اقصى في مباراه، لان المباريات هي الحمل الاقصى. الحمل الاقصى مش بيحصل في التمرين، بيحصل في المباراه فقط. فانا النهارده اللاعب اللي بيقدم حمل اقصى هعمل ايه معاه في اليومين دول؟ هعمل ريكفري، هشتغل على نفسي امتى؟ ما عنديش فرصه اشتغل على نفسي. فطبعا دي نقطه طبعا مهمه جدا ان احنا يعني نحاول ان احنا على الاقل نتدرجها بقى الموسم انك انت تاخد راحه النهارده من التمرين وتمرن بكره وتلعب بعده، ده شيء يعتبر حل امثل، حل انسب من وجهه نظرك سريعا جدا يا شيخ. مش حل طبعا، مستحيل يكون حل. انا محتاج ادي الرياضي يومين علشان الماسلز بتاعته ترجع لوضعها الطبيعي، عشان العضلات ترجع لحاله الاسترخاء بتاعها، ان انا اقول له عضلاتك بقت كويسه بعد يومين، اتمرن يومين ثلاثه كمان بحمل قليل مش بحمل عالي، عشان انت بعد ثلاث ايام كمان هديك حمل اقصى مباراه. هو الاهم من ده انه اللعيبه المنهكه المجهده اللي تم استنفاذها الحقيقه على مدار موسمين، مش بس اهلي لكن على كل المستويات، لانه انت بتتكلم حتى على لعيبه المنتخب الاولمبي اللي راحوا طوكيو، هيخلصوا الدوري من هنا ويخشوا معسكر منتخب مصر من هنا عشان يبتدوا مشوار تصفيات كاس العالم، ومن غير فتره اعداد. صحيح. لان دايما احنا بنقول ان ايه اللي بيشيل لاعب الكوره لمده شهور يلعب مباريات وياخد تمرين؟ هو فتره الاعداد. اعداد طبعا اللي مش موجوده اصلا، هي اصلا مش موجوده. شريف سالم بشكرك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا في السادسه. بشكرك طبعا على الارقام وعلى المعلومات وعلى الملاحظات اللي كتير من الناس ممكن ما تاخدش بالها منها وهي بتتفرج على مباراه وتستمتع بيها، يا اما في النهايه بس ترتيب في الجدول وحسابات النقاط، لكن بالتاكيد مؤشرات في منتهى الاهميه. بشكرك ليها عليها، وبشكرك كمان مره ثانيه على وجودك معانا. بشكرك وبشكر قناه الاهلي، وتفيلز لايك هوم، شرفتنا دايما. بشكرك. بشكر حضراتكم على المتابعة، ونقابلكم بكرة إن شاء الله ندخل في الجد، وبكرة هيكون أول أو عودة مرة تانية، لأن هو مفيش أول ولا تاني، هو تمرينة واحدة وبعدها يكون مواجهة الطلاع إن شاء الله بإذن الله يوم الثلاثة اللي جاي. بشكر حضراتكم على المتابعة، نتقابل بكرة في السادسة في نفس الميعاد.